ما هي القيمة المنزلية للرقم 3 في العدد 654.213؟ دعونا نفكر في هذا قليلاً. ولحل هذا دعوني أكتب العدد وسأكتب كل منزلة بلون مختلف. إذن لدينا 654.213. أعتقد أننا على دراية بما هو على يسار الفصل العشرية، ونعلم أن هذه منزلة المئات، أو نستطيع اعتبارها 10 في المرتبة الثانية. ودعوني أكتب هذا بخط كبير. هذه منزلة المئات، أو يمكن اعتبارها 10 في الترتيب الثاني، أي أنها تساوي 100. أما هذه فهي منزلة العشرات، أي تعادل 10 في المرتبة الأولى. وهذه هنا منزلة الآحاد، أي 10 في المرتبة الصفرية. فإذا انتقلنا منزلة واحدة إلى يمين الفاصلة العشرية، فهذا يوضح منزلة بالعشرات. هذا يمثل منزلة بالعشرات، أو أنه 10 للقوى ناقص 1. ثم إذا عدنا إلى هذه وانتقلنا منزلتين إلى اليمين، بذلك سنمثل منزلة بالمئات، أو 10 إلى ناقص 2. وأخيرا هذه الثلاثة تمثل منزلة بالآلاف، أو 10 إلى ناقص 3. الآن نأتي إلى إجابة السؤال، وهو ما القيمة المنزلية للثلاثة في العدد 654.213 بالألف؟ الإجابة تكون منزلة بالآلاف، أو أجزاء من الآلاف. هذه هي إجابة السؤال. لكن لنتأكد من أننا فهمنا ما المقصود بهذا، لذلك سأعيد كتابة العدد. يمكن إعادة كتابته على صورة 600، بما أن لدينا 600 زائد 50، أو 5 عشرات زائد 4 آحاد زائد، لأعيد الكتابة بلون أخضر، 4 هنا زائد 2/10 زائد 1/100 زائد 3/1000. أو يمكن كتابته من أجل التأكد أننا فهمنا المقصود من القيمة المنزلية. هنا العدد 6 بصورة 6/100 زائد 5/10 زائد 4/1. أكتب مرة أخرى باللون الأخضر ليكون متناسب. 4/1 زائد 2/1/10 زائد 1/1/100 زائد 3/1/1000. وآمل أنه عند كتابته هكذا ذلك سيوضح لك المقصود من القيمة المنزلية. 6 وثلاث منازل الموجودة على يسار الفصل العشرية جميعهم
في منزلة المئات لدينا الستة وخمس عشرات أي أنها في منزلة العشرات، وأربع آحاد أي أنها بمنزلة الآحاد، وننتقل إلى منزلة بالآلاف ما بعد الفاصلة، وهنا لدينا الثلاثة في منزلة بالآلاف. شكرا لكم.